بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، مدرس اول لغه انجليزيه، وان شاء الله النهارده مكملين كونكت 4 يونت 2 ليسون 5 اند 6. بس قبل ما نبدا ليسون 5 اند 6، في جزئيه بسيطه جدا 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 في ليسون 4 هقولها بسرعه، اللي هي البرونسيشن، الفرق ما بين ال ب وال ب، بنغلط فيهم. اه طبعا احنا عندنا الدنيا سداح مداح، بنقولها ب، هي ب واحده، مفيش ب خالص. فنخلي بالنا في النطق ما بين دي ودي، لان دي بتحرجنا لما نيجي نتكلم مع واحد، تمام؟ ويكون في كلمه نفس الحروف، بس في الكلمه دي ب وفي كلمه ثانيه مختلفه بال ب، فبنلخبط الدنيا واحنا بنتكلم يعني. طيب ال ب، بصوا كده، تميزها بايه؟ ان ال ب بتطلع هوا. بص ب، بص بص بص، الكتاب الورقه بتعمل ايه؟ ب ب، تمام. طب ادي لك الاكزامبل اهو، كمثرى بير، وفي بسله بيز، وفي دبوس بن، وفي بجعه بليكن، اهو ب. يبقى بير اهو، بير بيز بن بليكن. طب دب بقى، بير، ب، بص بص، ب ب اهي، بير بير، مفيش هوا. نحله بي اهو، بي بي، مفيش هوا. منقار اهو، بيك بيك. طائر بيرد بيرد. طب تعال نشوف كده احنا واحنا بنتكلم بنقولها ازاي، عشان بنحرج نفسنا لو كلمنا مثلا قدام حد من بره ولا كده، فما بيبقاش فاهم انت قصدك ايه. انت ممكن تقوم قايل قدامه ايه؟ بص بص بص، I saw a pear and I was scared. هو مفيش مشكلة انت شفت كمتراية عادي، بس هتخاف ليه من الكمتراية؟ تمام؟ لا، I saw a bear. شوف الفرق، هي نفس الحروف بس دي بي ب ودي ب، فنركز في الفرق ما بينهم، تمام؟ يبقى عرفنا ان دي بتطلع هوا ب، تمام، ودي مفيش هوا ب، عاديه جدا. طيب الماث اللي موجود في الليسن اللي هو فور اخر حته كده، عايزك بس تعرف حاجه بسيطه، انت مش مطالب اللي انت يعني، انا هقولها بسرعه وانت كماث المفروض عارف الحاجات دي. فالماث عندك الهول نمبرز اللي هي الاعداد الصحيحه، الاعداد الصحيحه اللي هي العدد ككل، زي ايه؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8، دي اسمها ايه؟ هول نمبرز. يبقى دي اسمها ايه؟ تعرف المسميات، هول نمبرز، اعداد صحيحه. طب الفراكشن اللي هو ايه؟ الكسور، اللي هو الكسر، في بسط وفي مقام، زي دي اهو. طيب مجزأ لك ان الرقم اللي فوق ده اسمه ايه؟ نيوميريتور، اللي هو البسط، تعرف اسمه نيوميريتور، وان ده البسط، واللي البسط ده عدد الاجزاء اللي موجوده في كل بيتزا مثلا متقطعه 8 قطع، متشال منها قطعتين، فالاجزاء اللي موجوده قدامك دي خلاص 8 قطع، هي متقسمه كام؟ 8 قطع، تمام؟ ده الكل بتاع البيتزا. والاجزاء اللي موجوده قدامك، عدد الاجزاء اللي موجوده من الكل ده، اللي هو ايه؟ ال 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 البسط. يعني انت دلوقتي اقول لك كم قطعه بيتزا موجودين، تمام؟ البيتزا مثلا احنا مقسمينها 8، ده الهول خلاص، اللي هو المقام هنا، تمام؟ ده ال 8. طب عدد الاجزاء اللي موجوده 6، متاخد منها 2، تمام؟ يبقى البسط اللي هو النيوميريتور عدد الاجزاء اللي موجوده، والدينومينيتور دينومينيتور اللي هو المقام، دينومينيتور، تمام؟ المقام دينومينيتور، المقام اللي هو جميع الاجزاء الموجوده في الكل، زي ما قلنا البيتزا مقسمينها مثلا 8 قطع، تمام؟ ده الكل، تمام؟ الاجزاء اللي موجوده بقى قدامنا دلوقتي في الـ في الـ في الـ في البيتزا، تمام؟ اللي هو مثلا 6 من 8، يبقى ده اللي هو ايه؟ البسط. المقام اللي هو الكل، البسط اللي هو الجزء، تمام؟ يبقى في عندك بسط ومقام، خلاص؟ البسط اسمه نيوميريتور، مقام دينومينيتور، البسط على الاجزاء الموجوده، المقام جميع الاجزاء الموجوده في الكل، خلاص. ده اللي هو ايه؟ الجزئيه اللي انا كنت عايز ايه اعدي عليها كده بسرعه. طيب
يلا ريدينج، جاهزين؟ كتابك قدامك ولازم تقرأ التكست. مهم اه، لان ده اللي هطلع منه كل الكلمات الوقت ان شاء الله اهو. فهنقرأ دلوقتي عن ريم جازيلز، ده اللي هو اسمه Animals Fact File، ملف حقائق عن الايه الحيوانات دي. يبقى هنقرأ دلوقتي عن ايه الريم جازيلز اهو، التكست موجود اهو خلاص. Lesson 5 و 6 Unit 2، طلع يلا التكست واقرأ معايا. طيب الريم جازيلز اسمهم غزلان الريم، تمام؟ غزلان الريم دول بتميز بجمال العيون وشكلها ايه امور كده. طيب وفي عندك ده صحارى ديزرت، وفي كرون اللي هي هورنز، وفي الهوفز اللي هي الحوافر، الحوافر اللي هي دي تمام، اللي هي دي اسمها هوفز بالامريكان هوف، تمام اهو هوفز تمام، اللي هي ايه الحوافر ماشي. طيب والريم جازيلز بيبقى شكلها كده اهي عسوله كده في نفسها. طيب يلا نقرا التكست يلا. الريم جازيل، يبقى هنا اهو الريم جازيل التكست اهو، قال لك ريم جازيلز لوك فيري بيوتفول. يبقى هنطلع من هنا ان شكلهم لو عايزين نقول حاجه شكلها حلو نقول لوك اهو ايا كان بقى بيوتفول، هو بيصف الجمال بزياده شويه فبيقول لك لوك فيري بيوتفول. يبقى احنا دلوقتي عايزين نقول شكلهم حلو في الباراجراف نقول ايه لوك بيوتفول. They live in the Sahara Desert. Sahara Desert اهو live in يعيش فيه، والمكان ما انت ممكن تقول مثلا I live in منصور، المكان اهو البليس اللي بيعيشوا فيه. طب هما بيعيشوا فين؟ Sahara Desert تمام، اللي هي الصحراء الغربية اسمها ذا سهارا اهو ديزرت، والصحراء ديزرت اللي هي الصحراء الغربيه، هكتب لك جنبها الصحراء الغربيه، يبقى اسمها ايه؟ سهارا ديزرت تمام. طيب and they walk around looking for grass، هنطلع هنا بكام ايه حاجه كده حلوه. walk around يتجول ماشي، بيتجول في مكان walk around اهو، ممكن بغرض مثلا ايه هنا تبع الحيوان بتدور على ايه على اكل. طب لو انسان ووك اراوند ممكن مثلا ايه يتجول يتمشى بيدور على حاجه فور فن مثلا، يبقى دي اسمه ووك اراوند، يتجول في الايه الاجواء، يتجول في الارجاء، الارجاء اللي هو ايه الاماكن تمام. يبقى لوكر دي ووك اراوند لوكينج فور جراس. طب لوك فور يعني ايه؟ لوك فور بيبحثوا عن. طب والاكل بتاعهم اللي هو العشب اللي هو جراس، يبقى هنا they walk around يتجول في الارجاء looking for بيدوروا على جراس اللي هو العشب. leaves اوراق النباتات and plants نباتات to eat لكي ياكلوها، يبقى هنا they walk around looking for ايه grass leaves and plants to eat. they have big ears أذن يعني ears and long horns، يبقى هنا عندهم big ears و long horns. horn يعني ايه؟ يعني قرن، horns يعني قرون، فعندهم قرون طويلة. they have yellow white coats، والكوت هنا الكوت اللي هو المعطف صح؟ طب الكوت هنا اللي هو ايه؟ فرو الحيوان تمام؟ طيب هو وصف اليولو وايت كوت اهو، يبقى الكوت هنا هكتبها تحت نو اهو يلو وايت، ده وصف الكوتس اللي هو فرو الحيوان اللي هو فرو الريم جازيل، او ليها وصف تاني خلاص اللي هو كريم، كريم اهو كوتس لو انت عايز توصف ده، والكوت ده اللي هو فرو الحيوان نقدر نقول عليه ايه كوت ماشي. طب الوظيفة بتاعت الكوتس بتاعتهم بتعمل ايه؟ قال لك which protect them from the sun، يبقى هناخد هنا يحمي من اهو protect، وهنا بتحمي ايه الكوتس الجازيلز الغزلان اهو
protect from والشيء هنا اللي هو ايه the sun وتحمي تحميهم اهو من تحمي الغزلان دي من ايه من الشمس they have hooves on their feet يبقى الهوفز اللي هي الحوافر قلنا دي اهي تمام دي الحوافر والهوفز برضو موجوده في الهورسز on their feet يبقى عايزين برضو نعرف ان اهو ان الحوافر موجوده فين موجوده فين في القدم يبقى هنا الهوفز on their ملكهم feet الحاجات دي مهمه يبقى انا الهوفز اللي هي الحوافر في الاقدام اهو الاقدام تمام يبقى hooves on their feet these hooves طب وظيفه الهوفز بتعمل ايه الهوفز help them walk on the sand موجوده في الكاملز تمام برضو يبقى هنا بتساعدهم ان هم يمشوا على اهو واحنا قلنا قبل كده ان help كذر ممكن تقول لي اهو help them ممكن تقول لي walk صح ان هم يمشوا او to walk صح برضه يعني بيجي مع to مع help infinitive مصدر بتو او بدون to ماشي يبقى help them walk وعلى الرمل يعني ايه on ال preposition زي اللي هي on دي مهمه walk around look for تمام live in الحاجات دي مهمه نحفظها ان ده الاساس بتاعك في اللغه يبقى on the sand help them walk on the sand بتساعدهم ان هم ايه يمشوا مع الايه الرمال ماشي طيب like camels اهو زي مثل ال 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 الجمال they don't need to drink a lot of water تمام ما هم عايشين في الصحراء فربنا سبحان الله لازم يديلهم القدره ان هم يعيشوا في بيئه زي دي تمام فعندهم هوفز كوتس تمام بتساعدهم تحميهم من الشمس تمام وبرده ما بيحتاجوش ان هم يشربوا ميه كتير يبقى need to يحتاج ان اهو need to يحتاج ان بيجي بعدها infinitive infinitive اهو اللي هو ايه مصدر need to drink infinitive هنا اللي هو الفيرب ايه drink وميه كتير a lot of water lots of water بس ومثل مثل يعني لما تيجي عايز تضرب مثال زي اهو بتقول لايك والايه والشيء اللي انت بتضرب بيه مثلا لايك مثل زي الجمال او لايك كاملز دي دونت نيد تو درينك ا لوت اوف ووتر قال لك هنا معلومات بس ايه الاسئله دي عايزك تعرفها هاو لونج از ريم جازيلز هورن طول القرن بتاعها 20 تو 30 سنتيمتر طب انا عايزك تعرف بس الاسئله هاو لونج از اتس هورن تمام طول الايه القرن بتاعها هاو هيفي از ريم جازيل طيب يبقى ايه الوزن بتاعه 20 تو 30 كيلو جرامز هاو لونج does it live عايزين نسال عن العمر يبقى هاو لونج does it live بتعيش قد ايه about وتقريبا كده بتقول about around 14 years what color is its coat طب لون الايه الفرو بتاعها قلنا كريم اور يلو وايت تمام وقلنا هنا walk around walk on look for need to الحاجات دي طب تعال نقول كده تيك ترو اور فولس معايا كده بسرعه صح ولا غلط دول يلا اخر ثلاثه دول نحلهم مع بعض كده قال لك ريم جازيلز لوك فيري بيوتيفول ترو اور فولس ترو صح شكلهم جميل زي ايت ميت نو طبعا يبقى فولس زي هاف لونج هورنز القرون طويله يبقى هنا ترو تمام خلصنا ريم جازيلز ناخد هنا اللي هو ايه نيكد مول رات نيكد مول رات نيكد مول رات اللي هو ايه فأر الخلد العاري فأر الخلد العاري تمام طب نيكد اللي هو ايه نيكد اللي هو عاري نيكد اللي هو عاري تمام زي ما انتم شايفين كده في الصوره اهو ما عليهوش ايه شعر ما عليهوش اي حاجه تغطي جسمه تمام يبقى ده اسمه نيكد نيكد اللي هو ايه عاري مور رات اللي هو فأر الخلد طيب النيكد مور رات معايا يلا بقى كده هنكتب هنا احنا هنبدا دلوقتي في الايه نيكد اهو نيكد
Naked mole rat. Naked mole rat. فقر الحل العالي. طيب تعال نشوف ايه دنيته ده. The naked mole rat lives in eastern Africa. في افريقيا الايه الشرقية. east اللي هو الشرق. فeastern اللي هي الشرقية. يبقى هناخد هنا eastern. eastern اللي هي الشرقية. eastern. E-E-A-S-T-E-R-N. Africa. افريقيا الشرقية. ماشي. Eastern Africa. طيب The naked mole rat lives in Eastern Africa. وقلنا live in هي موجودة فوق والمكان دي كانت في مثلا صحراء ديزرت دي ده بيعيش فين؟ Eastern Africa. It has big teeth. طب وصفه اهو بص 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 الصورة شايفين السنان؟ سنانه طالعة بره ازاي شكلها مرعب تمام ده بيطلع في الكوابيس ده اللي هي ايه اللي هي الأسنان بتاعه فاللي هو ايه تقول لك big teeth ونو هير ما هو naked نكد اللي هو عاري فيبقى ما عندوش ايه هير شعر. It can't control its body temperature تمام فبيقول لك هنا can't control control اللي هو يتحكم فيه control c o n t r o l يتحكم فيه. طيب كان يستطيع can't لا يستطيع it can't control ما بيقدرش يتحكم في ايه its its هنا خلي بالك اهو اتس ضمير ملكية غير عاقل بتاع ايه ال 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 المول رات اهو اتس اي تي اس اهو ملكية غير عاقل اتس بادي الجسم بتاعه تمبريتشر اللي هي درجة حرارة جسمه يبقى هنا هو ما بيقدرش يتحكم ايه في درجة حرارة جسمه اهو درجة حرارة جسده تمام يبقى اتس بادي تمبريتشر اللي هي ايه درجه حراره الجسد واتس هنا ضمير ملكيه غير عاقل الحاجه الخاصه بالايه بالحيوان. طب ليه بقى ليه ما بيقدرش يتحكم في درجه حراره الجسد؟ بيكوز ات هاز نو هير. في حيوانات بيبقى عندها كوتس وفي حيوانات بيبقى عندها فار ويساعدها مثلا ان هي تتاقلم مع الحر مع البرد تمام. طب ده ما فيش عنده اي حاجه تساعده فما بيقدرش يتحكم في درجه حراره الجسم بتاعه اهو because it has no hair has no hair هنا تمام ما عندوش اي ايه شعر. But there are two things that make the mole rat special. هو ربنا هيرميه كده يعني هيخلقه ده سبحان الله في خلقه يعني عجائب والله. فربنا يعوضه بايه بقى؟ عنده حاجتين اهو two things that make the mole rat ده special اهو make special تجعله خاص ميك اهو شيء سبيشال اهو ميك سمثينج اس تي اتش دي اللي يحصل له سمثينج تجعل الشيء ايه تجعله خاص ومميز. ايه اللي بيخليه بقى مميز؟ الشيئين اللي بيخلوه مميز ات دازنت جيت ال حطه بقى زي ما تحطه فين او بقى امراضه واصلا بالتالي هو اللي بينشر امراض يعني ما بيمرضش يعني مناعة تمام يبقى it doesn't get ill get ill اللي هو يمرض اهو get ill يمرض يتعب اهو فاقول لك it doesn't get ill ما بيتعبش it lives for a very long time live for a very long time. طب ما احنا قلنا for والمدة وfor a long time معروفة جدا في اللغة الإنجليزية فيقول لك it doesn't it lives for a very long time بيعيش لفتره طويله جدا لمده قد ايه 31 years 31 years يعني 31 سنه النيكت مور رات ده بيعيش 31 سنه ما بيتعبش وبيعيش الفتره دي كلها فدي حاجتين يعني ما شاء الله يعني يبقى هنا خلاص يبقى الحاجتين المميزين فيه doesn't get ill lives for a very long time 31 years. طيب Scientists wanted to learn all about mole rats. Learn about يتعلم عن. وعارفين الساينتستس اللي هم العلماء. Learn about
يتعلم عن. فالعلماء الساينتستس وونت تو عايزين ليرن اباوت يتعلموا عن ايه المور راتس دول اللي هي فئران الخلد. They're not cute animals. مش حيوانات. وكيوت دي adjective اللي هي لطيف جميله اموره كده تمام. فيجي قبلها فيرب تو بي فبقول لك they are not cute animals. مش حيوانات ايه كيوت كده. But they are amazing. بس طبعا بالنسبه للعمر وبالنسبه للمناعه فهي كائنات مدهشه. يبقى amazing اللي هو مدهش تمام. يبقى هنا كله كده ما شاء الله مكتوب. هدي برضو هنا special اللي هو مميز. فين هو؟ ما فيش مكان. طيب هديها فين؟ ماشي اهو هدي هنا special اللي هو مميز. ما احنا قلناها اصلا special فجعله خاص make him special. طيب وفي اميزنج عارفينها خلاص. هو ده اللي هو ايه التكست كله بالفوكاب بتاعته تمام. عرفنا. انا عايزك دلوقتي بعد ما تقرا النص ده وتفهمه عايزك كده تكتب ايه انت كم سطر كده من نفسك بالفهم بتاعك عن الاي رينجزلز والنيكد مور رات. طيب تيك ترو اور فولس. هنيجي بقى هنا نطبق ثلاث ايه جمل كده مع بعض صح او غلط معايا. يلا جاهزين. طيب بيقول لك هنا The naked mole rat lives in Europe. Europe قلنا ايه؟ ها؟ lives in ايه؟ Eastern Africa. فتبقى false. The naked mole rat has hair to control the body temperature. عنده شعر بيتحكم بيه في درجة حرارة الجسد. ده اسمه naked. يبقى it has no hair. يبقى ايه؟ false. The naked mole rat is not a cute animal. مش حيوان كيوت. يبقى ده ايه؟ ترو تمام. ده نهايه ليسون 5 و 6. بس في بس جزئيه علشان تكتب باراجراف. بصوا دي في كام سؤال عن الانيمالز. كام سؤال تسالهم لنفسك. تعالى نشوفهم كده. انا بس هعلق على اللي هو ايه اخر جزئيه اللي هو ايه عن الجيرافز موجوده هنا. تعالى كده نشوف. اسال نفسك جايب لك مثلا نتكلم عن الحيوان ده كامل ريم جازيل نيكد مور رات جيراف. اسال نفسك وير داز ات ليف. لو تعرف المعلومه دي هو بيعيش فين. وات داز ات ايت. طب بياكل ايه. واي از ات سبيشال. طب ليه الحيوان ده خاص ومميز تمام. طب بيقول لك هنا هنتكلم عن الجيراف بسرعه كده. وير داز ات ليف. بتعيش فين الزرافه. ات ليفز ان افريكا. وات داز ات ايت. طب بتاكل ايه. ات ايتس only plants نباتات فقط. why is it special. طب ليه هي خاصه ومميزه. قال لك the giraffe is the tallest land animal on earth. هي اطول حيوان موجود بيعيش على اليابسه. خلاص موجود على وجه الارض. يعني اليابسه في عندك سي انيمالز في عندك اللي هو لاند انيمالز. فدي اطول لاند انيمال اون ايرث على وجه الارض. طب تعالى بقى نشوف كده الباراجراف عنها. The giraffe is the tallest land animal on earth. جملة اهو. It lives in Africa. جملة تانية. It's 5 to 6 meters high. ارتفاعها تمام طولها من 5 ل 6 متر. It weighs للوزن. لو عايز تقول الوزن it weighs تزن والوزن الكنون weight. يبقى it weighs from 795 to 1000 250 كيلوغرامز 70 كيلوغرامز. مش مطالب منك تعرف الحاجات دي عادي ما تكتبهاش تمام. اللي احنا عارفينه it eats only plants. بتاكل نباتات بس. it's a very amazing animal. حيوان ايه مدهش. ده نهايه ليسون 5 and 6. ويبقى احنا كده الحمد لله خلصنا يونت 2. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم ونتقابل ان شاء الله في يونت 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.